راه اي واحد كيدوز من الاكتئاب مره مره. كنتي كتقرا، خدام ما خدامش، مشومر، الظروف عندك صعيبه ولا الظروف ميسره، اي واحد كيدوز من الاكتئاب راه جد عادي. ولكن انت اللي عليك شنو خاصك دير هو تخلق واحد الروتين، واحد الروتين، ومره مره شنو خاصك تبقى دير تجدد فيه شويه، حيت الروتين تيقتل بيان سور. وهادشي راه حتى في العلاقات الزوجيه كتلقاهم مثلا قبل باغيين غير يتلاقاو وهادي، ولكن ملي تيوليو تحت سقف واحد دونك كيبقاو نفس الحوايج كيشوفوهم اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. بيان سور بنادم تيمل وتيمرض، دونك اللي كيحافظ على العلاقه الزوجيه وكتبقى ديما كتحيا وديما كتجدد، مره مره خاصك تجدد باش داك الشيء يستمر. راه ماشي غير حيت كتقرا في الدار والبيئه تغيرات عليك وما ملفش نفسك هكا، راه التوتر والضغط اللي كتحس به والمزاج المتذبذب مره راشق عليك تقرا مره ما راشقاش ليك، هذا الشيء تيكون على شكل تعب وعياء ملي كتكون في هذيك غادي جاي وفي الطوبيس وتبقى تستنى الويكاند باش تجلس ترتاح فيه ولا تبقى ناعس فيه في الصباح، ولا مثلا تخدم فيه لي ماتيغ ديالك حيت وصل لاسومين كتكون عيان وما كتلقاش الوقت كيفاش دير. دونك الله يحسن العوان كل واحد كل الظروف ديالو. يعني في كلتا الحالتين هذاك الاكتئاب والمزاج ماشي هو هذاك وكتبقى جالس في بلاصتك وما كتحركش بزاف، راه كاين دابا سي فري حيت دابا كتقرا في الدار والتعليم عن بعد، ولكن راه ملي كتولي كتمشي وتجي راه شنو كتلقى في بلاصتو؟ يعني دون توليكا كاينه شي حاجه ما تعجبكش. فاذا كانت القرايه عن بعد مرضاتك ودخلتك في حالات حاده، فما بالك بالناس اللي الخدمه عندهم 8 ل 12 2 ل 6 8 ل 12 2 ل 6 ديما ديما، وكيبقى جالس في بلاصه وحده ونفس ليطاج كيديرهم كيعاودهم وما كيخدمش بالحريه ديالو، ووقت ما بغى يدير بوز يديرو نو. كاينين اوامر خاصو يتبعهم، وبعد مرات واحد واقف ليك من ورا ظهرك حاضيك شنو كدير وكيراقبك. اذا واش انت غادي تقد على هاد الخدمه؟ الا ما عجباتكش فانت راك ضد المجتمع، حيت الاغلبيه كيقلب على خدمه نقيه في بيرو ما يهز ما يحط ما يتوسخش ما يبقاش يبدل حوايجو كل ساعه. هي في الحقيقه ماشي خدمه خايبه وما فيهاش اكتئاب، ولكن انت نفسك ما مولفهاش شي حوايج ومعيشها في ظروف معينه، ولا خاصك تزيدها هي تعلمها تتاقلم مع كاع الظروف. اي حاجه خاصها تولفها، واخا يجيك داكشي صعيب في الاول ميساج غادي يولي عادي من بعد، ولكن تبقى تشوف فيه وتامن باللي راه هو ديما غادي يبقى صعيب. هنا فين كاين الاشكال في حال شي واحد معقده اللغه الفرنسيه، دونك لو فيت باش انه تيبقى يشوفها ديما راها صعيبه وراه ميمكنش نتعلمها، راه هذوك الناس بوحديتهم اللي كيهضروا بها ما نقدرش نوصل لهذيك لا فلويديتي ديالهم. هنا فين كاين الاشكال، ديزولي، الاشكال ماشي في الاكتئاب وماشي عيب انه يجيك، ولكن في لفيت انه يبقى ويستمر ويطول معك ويمنعك من اشياء اخرين وما يخليكش تخدم هذيك الخدمه اللي مولفك تخدم واللي كتعطيك النتيجه المزيانه. ومن بين الحوايج اللي غادي يساعدوك وما يخليكش تطيح في هذه الحاله هو تنظم وقتك وتخلق فيه توازن ما بين المهام اللي خاصك تنجز باش تنجح في قرايتك والحياه الشخصيه ديالك اللي مدخلين فيها حتى عائلتك. ولا كان عندك مشكل في التنظيم وإدارة الوقت نتلاقاو في الحلقة الجاية والأخيرة إن شاء الله.